كنسل الفقرة شغل مايك. إنه اللي طافي مايك. غصب عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا أصدقائنا متسابقين متفرجين. والله من هي أعطي ذا الرأس مع العربي ذي والله من هي سر سر هناك سر أرقد. بتقول كانت حلوة ولا إيش؟ ولا ألبخ. لا ما هي بالبخ. الله هي. وش تبي اسكت؟ اصمت اصمت. اصمت يلا. المهم معنا الشيخ مسفر الأكل وبي. تفضل أمس. يا مرحبا يا أبو علي. بعلومك يا شيخ مسفر. زادت علومك. كيف الحال؟ بخير. كيف الحياة في القرية معك؟ صدق صدق صدق. كيف الحياة في القرية؟ والله شيء جميل صراحة. والله؟ اي والله. يعني مرتاح مستانس. في القرية؟ الله. الله. الحمد لله الله لا يغير عليك. كيف ما لو قابلتك أبو علي أنت وأبو محمد وأبو أبو صالح. أبو صالح. أخوي وجيت أفتح النفس. وانت يا شيخ عبد المحسن سيدي بنجيك بس انت وجاينا ننتقل عند العزيز عند ابو صالح. لا لا والله رجال راح خلاص عندك ابو صالح عندك ورج ما ملحف يلا اهرج حتى ما لديك يا مقدم. كيف عيشه القريه معك؟ هل انت مرتاح هنا؟ اي بالله يعني مرتاح من جهه ومن جهه. لا ليش مرتاح من جهه ومن جهه؟ لا وش اللي ما انت مرتاح فيه؟ الاداره العلوم هم مسافره لكن لما صحيت لو جيكم قدامي بقيط لا تنش شيقول على شرف. اسمع يا ابو علي تفضل طال عمركم خلنا ناخذ لنا عيشة ونروح ناكل مع العلاقكم. انا بجيب الزق هي كم ليش ما تاخذ داخل؟ لا ممنوع ممنوع تاخذ فهد هنا ميان حلو لازم ناكل هناك تو مسلمي ما معك انا ما قد حصل يا محمد جاء يا سعيد سعيد قوم قوم سعيد قوم سعيد قوم شو قوم يده لا يقوم يتعس لا بروح له بروح العشاء والله يمناك العاد يمناك خلني قومك واحدة تكفي يا رجل والله واحدة تكفي قرب والله واحدة تكفي صدق حتى سنك قدام ممكن تحسب لك شيء ممنوع ها هم يقولون ممنوع سنتين لا يقول ممنوع تمشي ايه يقول لا تمشي يا رجال ما عليك بتزين هذا ارحبوا يا رجال تا 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 الله اللي رادي والعقدة قضاها اللي عقدها لا لغير الله منه الفضل لا لغير الله منه سبحانه ايش يقوله كمل والعن والهنوف اللي شيخنا التدت ضيعت كلماتي ايش الذاهب عرفت حق عبد الرحمن قال قالت ابشر بالعوض قالت ابشر بالعوض ايش قلت انت قال